من وين انت؟ انا من سوريا، من حلب. اهلا وسهلا فيك، تقربي شويه لهون بس اذا تكرم علي تخلي وجهك على الكاميرا. شو اسمك؟ هزار. هزار، اهلا وسهلا من هزار. هزار انت اشرفيه شيخ مقصود؟ ما فهمت، انت من الاشرفيه ولا الشيخ مقصود؟ ما بعرف. ليش ما تعرفي؟ لانه كنت كثير صغيره وطلعت من سوريا. ربي يسر يا رب. انت هزار انت كرديه؟ لا انا حلبيه. حلبيه سوريا. اهلا وسهلا. قد ايش صار لك بالمانيا؟ صار لي من 2018، يعني 2018. خمس سنين هيك. خمس سنين. إيه. شو رايك بالمانيا؟ بلد كتير حلوة. منيحة. إيه. طيب يا هزار، في كثير بنات، أول شيء شو معنى اسمك قبل كل شيء؟ اسمي اسم وردة وانتباه كمان، يعني هو اسم انتباه. أعتقد اسم فارسي هذا؟ ما بعرف، اسم تركي أصلاً. تركي؟ إيه. اكتبوا لنا بالتعليقات تركي ولا فارسي، أعتقد هزار هو أيضاً أو فارسي، اسم لعملة أيضاً تجي يمكن. هزار يعني مية بالكردي. يعني مزبوط، يعني أنا ماني غلطان، يعني عندي شوية عقل. جميل جداً. هزار، إحنا اليوم أنت شفتي آخر فترة أجوا كثير ناس على ألمانيا، وخصوصاً بنات بعمرك وأكبر 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 شوية. طيب أنت من خلال تجربتك هنا وأنت عايشة مع أهلك ما شاء الله، أيه. تمام؟ شو تقدمي له النصيحة؟ بأنه ناحية يعني؟ من ناحية الحياة، كيف بدها هي تجي بنت؟ كيف بدها تبلش حياتها هنا؟ لازم الواحد يكون يعني اكستروفيرتيت، ما بعرف شو يعني بالعربي، يعني لازم الواحد يكون مو خجلان، يعني لازم الواحد يكون شخص مفتوح يعني على الدنيا وهيك. جميل. طيب يعني احنا انت يعني سلام ورحمة الله، يعني قصده هزار انه الواحد لازم يكون فهمان شو عم بيصير حواليه. جميل جدا. طيب اليوم اهلك من هنا قاعدين شافوك بجيتي انت لتصوري معانا فيديو، انت تعرفينا من قبل؟ شفك على تيك توك. جميل جدا. شو رايك بالمحتوى اللي نقدمه؟ محتوى حلو، الواحد يتعرف على العالم هون وهيك. اهلك بالبيت عندهم مشكله انه اذا تتفرجوا على فيديوهاتنا او هيك شيء او كذا؟ لا ما عندهم مشكله. ما في مشكله. م-م. جميل جدا. طيب انت تعرف انه انا من حلب؟ انت من حلب؟ نعم. لا ما طيب حلب. انا من حلب، انا من منبج، تمام، بس عشت عمري بحلب، عشت بالمساكن والهلوك وا 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 الى اخره. ايه؟ طيب نهايه القول، هناك امك وابوك؟ ايه. امسكي. هذا مفاجأة اليوم، هم ما عم يسمعوا الحديث. أيه. تمام، بدنا نسمعهم اياه من التيك توك. شو حابه تحكي لهم كلمه هيك؟ ماما بابا انا بحبكم كثير والله يطول بعمركم. جميل جدا. طيب شو عندك موهبه انت؟ فيني العب فولي بول. يعني كيف هذا؟ ما افهماني بالمصطلحات الاجنبيه بحيل، يعني فولي بول لانه العابكم احنا نعرف اللعب عندنا يا اما طابه يا اما سبع حجار يا اما دفيره يا اما بوبجي. لا بوبجي زين ما اعرفها والله، هذن اللي اعرف يعني، يا طريده ما ادري. طابه بتنشلف لفوق بعدين واحد لازم يكون. يعني كره اليد. كره اليد او كره الكره الطائره. مو جميل. تلعبي فريق؟ لا ما بلعب فريق. ما بتلعبي لحالك يعني؟ بالمدرسه دائما العب. وماهره فيها؟ ايه جد. طيب شو ناويه تصير بالمستقبل انت؟ دكتور اسنان. ليش؟ ما بعرف، كثير كنت احب اقرا دكتور اسنان ففكرت ليش ما اصير وحده. جميل جدا. طيب شو بتوجهي رساله للبنات اللي راح يشوفوك الان من هون؟ ارقدوا ورا حلمكم وما تنتبهوا على شغلات ثانيه، يعني مثلا هلا مثل الواحد ينتبه على التدخين وهيك شغلات، في كثير شغلات حلوه بالحياه غير انه الواحد يدخن او يضيع يعني اليوغنت ساي تبعه، يعني فتره المراهقه تبعته بشغلات تافهه. جميل. هاي فتره كثير الواحد لازم يعني ينتبه على حاله فيها وحريص عليها. صحيح. يعني كمان رح يعني بالمدرسه هي اهم وقت لنا. وجميل جدا. ما شاء الله. شو نختم الحديث بكلمه؟ هاي اختك؟ هاي اختي. شو اسمها؟ سيدرا. سيدرا، شو بنقول لسيدرا من هون؟ هي اخت كثير حلوه، كثير منيحه، عندها طموح كثير كبير كمان. ايه طبعا. لا طلعوا لنا سيدرا على الكاميرا، سيدرا لانه طولها شيء 4 امتار، تمام، وعرضها شيء مترين، فالكاميرا ما بتوسعها فما نقدر نطلعها، لازم تشوفونا على الحقيقه لتعرفوها. هي بالشارع بس تشوفونا اكتبوا لي بالتعليقات، تمام. شكرا لك. شكرا لوجودك وشكرا لجيتك من هناك لهون لحتى نصور هذا الفيديو الجميل. تحياتي لك. تحياتي لاهلك من هون، تحياتنا لاهل حلب، تحيه لامك وابوك القاعدين هناك. شكرا لك. شو نقول له اخر كلمه؟ طفي علاوي. ايه طفي علاوي. طفي علاوي، روحت اقول لك. شكرا لك يا سيدي. جميل.